ثم يعتبر كانها على قيد الحياه مع صدورهم بأوسط. سامحني سيد الرئيس، مشكلة بعد هذا كله سمعوا فيه ديما، لكن مستوى على مستوى التوزيع بعد ما يوصلنا شيء. لا لا يوصل إن شاء الله. فرجيك ماما ما فهمت شيء. لا توصل إن شاء الله. موجودة الهيبات موجودة ولسه ما فيه بصراحة، ما فهمش مال الكلام هذا ديما، ما بعد ما فهم شيء. لا لا ينزل تو يولي سيد الرئيس جينا أنت غالي تقبل والله بالحق سيد الرئيس. سيد الرئيس أول مرة أشوفه رئيس. أول مرة أشوفه رئيس. ان شاء الله ديما نشوفوك غادي ونسلوك. فريق عمل مش فقط سيد الرئيس. ان شاء الله مش تصير اسعاف هو التصدير الجديد للقطاع العمومي للصحه، لان الصحه من حقوق الانسان. كما عنده الحق في الماء والهواء، عنده الحق ايضا في الصحه والتعليم وضمان الاجتماع. مش ممكن الدوله تتخلى عن الدور هذا، ومش ممكن ايضا التشريعات تكون هي اليوم سبب في عدم تطور القطاع الصحي حتى يستجيب للمطالب بتاع تونسين. حقه في الصحة مش حق المواطن، هذه من حقوق الإنسان، يرجع مش للنصوص التونسية ولكن يرجع حتى للبروتوكولات بتاع الأمم المتحدة والصكوك الدولية من حقوق الإنسان. فيفترض أن كل إنسان عنده الحق في الصحة على قدم المساواة مع البقية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.